ابين زين واقرا البخت والمكتوب، ابين زين واقرا الكف والمكتوب. يلا خدي لك عود جرجير كده يطر على قلبك. انا ما باكل سحر، هات يدك اقرا لك بختك، ارتاح البال على يد اختك. لا والنبي جرب وشوف، ارتاح القلب الملهوف. بلح تجي تبيع الميه في حاره السقايين ولا ايه؟ هات يدك، انت عطيتني واكلك وهتاخد بتمن وحقك. ومال ارغي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. في انتظار ميعاد مهم باذن الله يتم. يا حلولي، طب ما الراجل اللي برد عنده معاد، والمعلم ده عنده معاد، وانا كان عندي معاد امبارح ومعاد اول امبارح. ايه جبت التايهه يعني؟ جواك مرار كتير وشايل من الهم كتير. وحاطط في ضوافري مونوكير. جرى يا ست انتي، انت طالعالي من الف ليله وليله ولا ايه؟ عايزه تفبركيها فبركيها بمعلمه، بلاش تخش عليا كده بامور النصب دي. انا ما بنصب يا صاحب الفضل والتفضيل، عسى ربك يقبل منك دعوه المظلوم، وينكتب لك البراءه في كل ساعه ويوم. بحق من اقسم بالسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، نعمه تظن بها يهتدي فؤادك وينصلح حالك. لكن صاحب الكون هو قادر على انه ينور بصيرتك بين الظهر والظهير. شكرا لك يا ابن الكرام، وإن كان الشكر لله وحده لزام، وما عليك مني إلا السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شاغل ده شيء إيه يا ابني ده؟ شيء إيه؟ هات سحلب، هات لبان ذكر، هات أي حاجة. لا إله إلا الله. صباح الخير يا نور. صباح الخير، أنت لسه هنا؟ افتكرتك نزلت. لا انا مسيتك وحلي النهارده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما انت كل يوم بتملى البيت دوشه عشان تروح شركتك قبل الموظفين. الجواز هيغيرك ولا ايه؟ نعم، الجواز اللي يغيرني، العلم كان اللي هيغير الجواز. انت بتحلم. شوفي. وراح فين متاخر كده؟ مفيش، عندي طلعت معينه كده لكلاين جديده. ما هي يا اما زبونه تقيله قوي يا اما حلوه قوي. الاثنين يا نوني. والله من ناحيه حلوه ما اقدرش انكر، بس ده ما يمنعش برضه ان هي زبونه تقيله. عندها شركة انتيريور ديزاينز، وعايزة نعمل لها بقى نتورك وسكيورتي سيستم وكده. انتيريور ديزاين؟ طب وعايزة تعمل سكيورتي سيستم ليه؟ ده هما دول اللي محتاجين سكيورتي سيستم مني. دلوقتي الديزاينات دي بتتباع بملايين. وحتى لو مش هتتباع، أي عيل دلوقتي في تالتة ابتدائي يدخل يهاكل نتورك عندها ويرمي الديزاينات دي كلها على النت ويخسرها شقة عمرها كله. حد هيروح معاك؟ هاخد حد معايا ليه يا ماما؟ لا أروح لوحدي طبعا. عايزه اطمن عليك بس. لا اطمني. طب مش تفطر الاول؟ لا يلا، بعدين بقول لك عندي طلعه نوني. يلا باي باي يا حبيبي، اشوفك بالليل ان شاء الله. على مهلك.